عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا لسه مشتركش قناة ينزل يشترك وفعل الجرس وصله كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. محمد قدم العمل المقدمة كلها وما سابش فرصة لحد. ما هو كده مكتسح. صلوا على النبي يا جماعة. احنا جايين لكم بفيديو جديد تاني مرة طبعا. مس نجوى تظهر معانا، مس محمد واحمد ويوسف. النهارده جايبين بقى احنا اكل جاهز، فراخ بروست تمام بيجزرهم. نبدا بقى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى اكل. كله يخلص اكله بسرعه. شطار. يلا يا احمد، يلا محمد، الرز والفراخ بتاعتك كلها يا جماعه. ده غدا. لا مش تحدي. ايش يا احمد؟ بسرعه. ايش يا ميدو؟ حد عايز كاتشب؟ لا مش عايزين كاتشب. في كاتشب هو اللي عايز، اللي عاوز حاجه يقولي. اتفضلوا معانا يا جماعه. الاكل روعه. سبايسي بقى وايه؟ حاجه كده. ايه اصلا البيت معروف يعني. اكله جميل. هو احنا نحط نص الثمن؟ لا كل انت بس. لا نسي يجيب لنا رز تاني. مش مشكلة، بس هما ياكلوش. ما نشوف الشطارة. التومية بتاعته بقى ما اقولكوش. بصوا يا جماعة رهيبة. صح؟ والقرمشة قالتني حطيت لكم المية. بصوا الطبقة اللي فوق قد ايه؟ أكلة خرافة يا جماعة. ينفع هنا يغدي على قلبك يغدي. هي الأكلة دي أنا بعشقها. كلنا. مش كده؟ حلوة قوي؟ طيب وأنت دودو عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني. قوي ولا نص نص؟ قوي. ماشي. إحنا وهم ما بنجيبش إلا فطور أو حاجة كده، لكن الأولاد اللي شاطر. يلا يا احمد فين اللي بتاكله ده؟ يلا وريني السرعه والشطاره. على فكره ده هم قاعدين مستنينك ميتين من الجوع. يا روح قلبي. صح يا احمد؟ معلش يا اختي اتاخرت عليكم؟ معلش. هم يا جماعه متفقين معايا احنا بنبقى ناخد الدرس وبنتفق في الدرس. نطلع نقول لشوشو شوشو احنا يوم كذا مثلا هنعمل تحدي. هنعمل غدا، هنيجي نقعد، احنا بنتفق الاول في الدرس وبعدين نطلع نعرف الكبار. احنا المساله بالنسبه لنا مش مساله دروس ولا خالص. احنا اهل. احنا اصلا بنبقى قاعدين نلعب في الدرس وبنهزر ونضحك. الدرس ده بيبقى حاجه يعني كده فوق ال مهرجان. مش مشكلة هنأكلها وبعدين انت تاكل. المهم تخلص اكلك. وهني فين دول بقى؟ انت اشطر منهم اخويا. يلا الشاطر فيكو. لا مش انت، هو انت. خلص يلا، خلص يا محمد، يلا وريني شطارة. فين يوسف؟ انا مش شايفة الشطارة. شفتي اهو. لا شاطر اهو، هيخلص بسرعة. وريني. خلص يلا. نخلص وخلص البيان. هو اكل بس الشاطر اللي ياكل. عشان متفقه معاكوا على اللي هياكل بسرعه هعمل معاه ايه؟ ليلة. عايزه اقول لكم الفراخ فظيعه. جميله قوي ومقرمشه وسخنه بقى. ماما بقى استحاله تاكل اكل من ده. ليه؟ مش اكل الشارع كله. والله جدع. بس اللي اتعود بقى على الحاجات دي وبيحبها ما يعرفش يعمل الدايت. منديل. الدايت اللي بيهبطك. هبطك. اللي عايز يعمل دايت يعمل دايت شوشو. ايوه. دايت ورياضة. ايوه عارفه انت نسمع دايت ورياضة ورياضة ودايت. الفراخ اللي خلص كله، وانت تخلص الرز وتخلصت. كله. شطارة. ها يلا يا احمد.
اللي عايز كاتشب يقول لي او اللي عايز توميه او كولسترو كده يقول لي. ماشي ماشي يا شباب. طب يا حبيبي كل عايز توميه في اللي هي الصوص ده اسمه ايه ده؟ شوف ولا عباره هو ده صوص البيت مسمينه كده. حرق لا يبقى ما تاكلوش حرام، كفايه الفراخ كويس فريش قوي. ماشي افصص لك يا محمد، ده الارض ما عادتش نفع ما شاء الله. المكنسه موجوده بيقول لك احنا خلصنا وهم اصلا كبين الاطباق وهم بيجيبوا بالمعلقه. اطلع من التاكل يا جماعه، الاكل تحفه بجد، اصل انتوا كرمه والله الاكل تحفه يا جماعه. مش تقول لنا اتفضلوا معانا؟ اه شطوره يا اختي والله. كنت اقولها والله تقولي انت جدعه يا اختي، انا عارفه والله. قلنا مهر عرفتك ثابتة ما تبصليش، بيبصلي خير. هيروح بكرة. لو محمد بيبصلي اللي هو ايه؟ يلا يلا الشطارة هوريني. يلا يا احمد شاطر، استنى حبيبي ادي الحاجة. مش حبيبي كده غلط. يلا يا دع يلا خلص خلص. ها خصص لي ايدك كده. جيب لك فلوس دوق. فلوس دوق. وهعمل لكم ايه كمان لو كلتوا بسرعه؟ انا جايبه لكم ايه؟ هنرسم على وشنا. هنرسم على وشهم بقى وايه؟ هنظبط الشطورين اللي بياكلوا بسرعه. زي ما انا بظبط الشطورين اللي بيبقوا برضو شاطرين. طب ايه رايك نسمع لهم دلوقتي؟ انا بقول كده والله يا سوسه. انا بقول لاحمد انت فين حاجتك؟ انا ما عملتش حسابي. معلش مش مشكله، هنسمع هنسمع قدام الناس بقى ونقال. اللي يشوفهم دلوقتي بقى ما يشوفهمش في الدرس. الدرس؟ ايه ماله الدرس؟ حلو جميل. اه بحسب مستنية حاجة تانية هتتقال. الدرس حلو يا احمد ولا وحش؟ حلو مية مية. ماشي يا احمد بذمتك؟ حلو. انا عشان الكلمتين دول ممكن ما اسمعلكش الحصة الجاية. الدرس جميل. انت كمان ماشي. بص العيال شوف دي عشان بقول لهم اذا سمعلك التاني بايه؟ بيطبل. عشان ما يتسمعلوش هو كمان. ما انتوا عارفين عشان تفلتوا من ايدي لا صح؟ صح بس انتوا شطار. سمعنا ما سمعناش، انتوا شطار صح؟ صح. مين بقى ما حطش اللايك؟ شاطر يلا خلاص دي جدع برافو. ما حدش ينسى يحط اللايك يا جماعه. الكومنتات بقى كومنتات. اها يوسف بيقول لكم الدعم. يلا يا احمد خلصت اجيب لك حتتك؟ يلا يا يوسف. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تمسكوا القطعه كده وتاكلوها كده حلو. فن محمد سبايس بقى. محمد سبايسي على الاخر. اه ربنا يستر. يوسف بيقول ايه؟ بص بيقولها ازاي؟ هو بيبرق. بص خدودك عملت ازاي من السبايسي من اول خطوه. ها؟ اول حته مش حرقه. ايه؟ مش حرقه؟ يلا جيب الثانيه يا احمد. يلا عايز منديل. هاتوا له منديل، فين منديل يا احمد؟ منديل. يلا يا احمد كل، انت كلش عيش يا احمد كلها حاجه. يلا باكل عيش. طب يلا ماشي يلا اللي هخلص الاكل بتاعه والله العظيم. بصوا اديله 5 جنيه. عيش بقى بس في فكه حتى في فكه. جيب لك البيبسي بتاعك يا احمد.
ماشي. ودي قلبي اشرب وانا مسح. شاطر الف هنا. ما تعوز تاخد بق تاني قول لي ما تتكسفش. اقربه لك هنا؟ لا هو عشان ما يمسكوش ومش عارف يشيل. ماشي بمسكه. اما تحب تمسكها وتشرب انا هشربك امسكها. تعملش زي محمد بيسيحها على الترابيزه. انا مش بعرف امسكها بس بتملك اعصابي كده. طيب. وريني شطاره يلا. ها بصراحه يا جماعه الاكله جميله جدا جدا بجد. والله وسريعه. يلا مش تحدي. لا مش تحدي. يلا يلا يا احمد افصصلك الشطاره. افصصلك الدور. طب يلا كل يا قلبي. بص يوسف بص الشطاره يلا. ها يلا انت كمان يلا يا دودو. قول لي احسن تزحلق من ايه ده؟ ده مفيش ده مش تحدي. لا يا حبيبي يا عيني على خلاص شبعت الارض. لا مين اللي شبعت؟ الارض اللي شبعت. الارض اذا كان ما اذا كانت الارض مش مهم انت خلص اكلك. افصص لك يا حبيبي مش عارف تفصص؟ لا افصص لك انا؟ عطلك؟ جدع يلا خلص يلا يا دودو. ها؟ شوشو مهبطة. لا يا شوشو لا لا يلا يا ماما لا ما ينفعش محمد مهبط. اتفرجت عليها يا لهوي. حاسس ان ابو الهول ماسك الكوبايه. لا يا حبيبي سلمت ابو الهول يرحمه. يلا خلاص. ها احنا ممكن نختم معاهم ونكمل احنا اكلنا. صح طب ما نطولش عليهم. بس قبل ما نختم عايزه اقول لكم بقى كلنا نقول لحنان كل سنه وان هي طيبه. النهارده عيد ميلادها وهابي بيرثداي تو يو. كل سنه وانت طيبه يا نونو. منوعات احمد ونونا. ولو عجبكم الفيديو وصوش اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس هحصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي 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 باي. قول لهم باي باي.